يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يقول إنه يعرف بالفراسة ويقول أنا أقدر أن أخبرك ببعض الأشياء التي فعلتها في الماضي. يكذب هذا الكذاب، ما يعلم الغيب إلا الله، الماضي لا يعلمه إلا الله. أما أنه يتفرس فيك أنك ذكي أنك كذا أنك هذا، يمكن لآيات إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أما أنه يخبرك عن الغيب هذا كذاب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، أو يخبرك عن المستقبل هذا كذاب. نعم.